مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في تونسنا اليوم، بث مباشر على قناه تونسنا اليوم. 7 جانفي 2014 غضب كبير في صفوف عديد القطاعات، خاصه منها الفلاحين. اليوم احتجاجات في عديد الجهات، في سيدي بوزيد، في الكاف، وقطع طرقات. علاش هذا الكل؟ على معلوم السيارات، المعلومه المفروض على السيارات او ما يسمى بالإتاوة على السيارات. اليوم الفلاحين متغشين، كيفاش يشملهم هذا القانون؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في الجزء الاول من حصتنا اليوم. في الجزء الثاني باش نحكيو كذلك على غضب آخر، هو غضب القضاة. اليوم الأول في إضراب اللي أقرته الجمعية التونسية للقضاة التونسيين، جمعية قضاة التونسيين. اليوم الأول يتواصل إلى مدة 3 أيام. في الجزء الثالث من حصتنا اليوم باش نحكيو على الدستور. اليوم توافقات كبيرة وتقدم كبير في باب الحقوق والحريات، ولكن الخوف، كل الخوف من القادم، والخوف كل الخوف من الاختلافات في القادم. هذه اللي باش نحكيو فيه اليوم في حصتنا اليوم. كالعادة يحضر معايا اليوم سفيان بن حميدة وجماعة عارفيه. أهلا وسهلا بك. وضيفي الأول باش يكون السيد فيصل التبيني، رئيس حزب الفلاحين. أهلا وسهلا بك سي فيصل. أهلا بك. وجاء معها ملفات ثقيلة جدا اليوم سي فيصل التبيني، ربي يسر. خليني قبل ما نبدأ معك سي فيصل التبيني، خليني نذكر أولا قبل برد أما قبل ما نذكر حتى برد وزارة المالية على احتجاجكم اليوم. تقريب جمال عنده جديد برشا في مسألة تشكيل حكومة السيد مهدي جمعة، وإمكانية حتى انسحاب السيد مهدي جمعة من خطة تشكيل الحكومة هذه وتراجعوا وربما ما يتقلدش المهمة هذه. علي جمال، البارح توفيق حكينا على التفاؤل كبير برشا وفرحة كبيرة برشا على التقدم اللي قاعد يصير في الدستور، لكن للأسف الشديد قاعد فما تأخر كبير برشا فيما يخص المسار تاع تشكيل الحكومة. كان من المفترض، وقلنا الكلام هذا تقريب قبل أسبوعين، كون السيد مهدي جمعة سيكلف يوم 3 جانفي من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ليعرضها عليه مجددا يوم 8 جانفي. بعدين مفروض غدوة جميل. غدوة مفروض غدوة، مفروض يوم 8 جانفي غدوة، يوم 12 جانفي تم عرضها على المجلس الوطني التأسيسي، لكن هذايا الكل ما حصلش. هذايا حسب خريطة الطريق، حسب خريطة الطريق هذايا الكل ما حصلش. علاش؟ وهذايا ما نعرفوش. السيد علي عريض قال وأنه معناتها مش ممكن يقدم استقالته إلا في صورة ما إذا يتم تحديد موعد الانتخابات اللي هي مرتبطة بتشكيل الهيئة الانتخابية. السيد مهدي الجمعة حسب ما تسرب من معلومات أنه بدأ يشعر بالضيق والانزعاج لتضارب المواعيد هذه، ويبدو أنه أعطاه موعد، آخر موعد لدعوته لتشكيل الحكومة هو يوم الجمعة، معناتها يوم الجمعة القادم، معناتها هذا الجمعة هذه. في صورة ما إذا لم يتم دعوته إلى هالوحدة، ربما يفكروا في الانسحاب من تشكيل الحكومة هذه. مسألة أخرى تزعج السيد مهدي جمعة، وسنكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب، لأنه ماذا بينا الأمور تسير بشكل جيد وبشكل سلس. فما انزعاج، كانوا فما تدخل من قبل حزب معين في اختيار الأسماء، وهناك فيتوات قاعدة توضع أمامه. كل ما يقدم اسم معين يقع عليه فيتو إلى حد الآن، وسنكشف عن الجهة. مهدي جمعة يستنى في التكليف من رئيس الجمهورية، للأسف الشديد رئيس الجمهورية إلى حد الآن ما دعاهوش، مفروض كان يدعيه نهار 3، إلى حد الآن ما دعاهوش. ومن أجل ذلك معناتها الرباعي تحرك البارح واليوم من أجل معناتها المطالبة بتنفيذ ما جاء في خريطة الطريق. يعني يفهم من كلامك إذا ما تمش دعوة السيد مهدي جمعة من طرف رئيس الجمهورية من هنا اليوم الجمعة منتصف النهار، يمكن ياسر ينسحب من مسألة تشكيل الحكومة. نعم بالفعل. مسألة أخرى لأنه مرتبط أيضا مع الشركة اللي يعمل معها، الشركة اللي متعاقد معها معناتها في فرنسا، شركة دولية. العقد ينتهي، معناتها العطلة متاعه تنتهي في فبراير القادم. لابد معناتها توضيح الامور معناتها بالنسبه للسيد هذايا، معناتها الوقت ضايع قاعد يضيع، والساعه بحسابها في تونس اليوم. للاسف الشديد لا رئاسه الجمهوريه تحركت دعاه السيد مهدي جمعة تشكيل حكومته، ولا السيد علي العريض معناتها بدا ينفذ في خريطه البند الاول من خريطه الطريق. سفيان، شنو الصمت المريب هذا على مساله تشكيل الحكومه؟ يعني اعذر اعذر، معناها احنا نعرفوا من الاول انه فما زوز اطراف معرقله للحوار، اللي هي رئيس الجمهورية عمره ما خذاه في موقف سهل به الحوار، لأنه كان ينجم من نهار 3 جانفي يدعو سي مهدي جمعة ويكلفه. هذاك تقول خريطة الطريق، وهو يقول أنا مساند الحوار الوطني، هذا في تصريحاته من المفروض أنه يساند الحوار، يورينا عمليا كيفاش. لكن هو يعطي خطاب أنا مساند الحوار وأنا مع الحوار، لا الحزب متاعه في الحوار
ولا هو عمليا خذا اجراء يسهل الحوار. دونك رئيس الجمهورية هو طرف معرقل للحوار اولا. ثانيا سالي العرايض لا يمكن تصور في لحظة من اللحظات انه السيد هذا باش يعمل حاجة لفايدة البلاد. شنو علاش لانه متعهد بالاستقالة؟ هو متعهد بالاستقالة اعطاه شرط ماهوش موجود اللي هو تحديد تاريخ الانتخابات. ماهوش موجود الشرط هذايا، ماهوش موجود. بل انه حتى رئيس الحركة راشد الغنوشي قال انه تحديد موعد الانتخابات هذا يتجاوز فما بمعنى انه سعلي العريض سوف يبقى لاخر لحظه طرف معرقل للحوار الوطني، طرف معرقل للوفاق. ومعناها ماهوش باش يخرج الارك، هو ما عادش يحكم، ما حبش يفهم اللي هو ما عادش يحكم. انتهى. واضح سفيان، واضح سفيان بن حميده. خلينا نمشيو الموضوع الرئيسي اليوم سي فيصل، انا جايك في الحديث مزروب شويه، انا جايك حتى تعلق حتى على المساله هذه، ولكن خلينا نقراو جزء من البلاغ اللي صادر على وزاره الماليه اليوم المتعلق بالرد على احتجاجات الفلاحين، اللي يقول على اثر ردود الفعل التي شهدها الاجراء المضمن بالفصل 66 من قانون الماليه لسنه 2014 والمقصود به الاتاوه على السيارات، وضح وزاره الماليه انه يمكن للفلاحين المنتفعين بالتخفيض بنسبه 80% من المعلومة الوحيدة التعويضية على النقل بالطرقات، والذين بدأ مفعول انتفاعهم بعد الامتيازات قبل دخول أحكام القانون حيز التطبيق أي قبل غرة جام في 2014 مواصلة التمتع بالامتيازات الجبائية على أن يقوموا بتسوية وضعياتهم إلى موفى شهر جوان 2014، وذلك بحصولهم على معرف جبائي ينص على ممارستهم للنشاط الفلاحي، يعني كما نقولوا نحن باللغة الشعبية باتيندا. سي فيصل التبيني، البلاغ واضح من وزارة المالية ما يشملكمش القانون هذايا المضمن بالفصل 66، يلزمكم تستظهروا باتيندا للنشاط الفلاحي تثبت ان انتم فلاحين زاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه باش نتفاعل مع الاخوه يا ولادي جماعه، صادقوا على ميزانيه نتاع عام كامل، راهو انتم هذه ما حد نيتكم باش تخرج. ماشي يا ولدي تيجي نخمم في الصحيح، احنا طلبنا من سي علي العريض بدل الأربعة وزراء هذا مخلي الاقتصاد يمشي، عندك وزير المالية، وزير التجارة، وزير الفلاح، وزير أملاك الدولة، خلي الاقتصاد يمشي، الشعب ما عادش يهم شكون يحكم شكون يعارض، اللي هم وقفتوا بدلنا الأربعة وزراء هذم، خلي ناخذ مع أرواحنا. أنتم ما زلتوا ما كمش خارجين، مجلس التأسيس وافق على ميزانية عام كامل ماهوش مروح، رئيس الدولة خذ ميزانية تاع عام كامل، دافعوا عليها بكل القوات ماهوش باش يجوا يسلموها بالسهل، باش نبدو واضحين، إيجوا ننقذوا هالبلاد، إيجوا نمشوا الأمور الاقتصادية. الثورة قامت من أجل مطالب اقتصادية اجتماعية تنموية، الأزمة اقتصادية أحب من أحب وكره من كره، الحوار الوطني بدا من جويلية 2012 وقت الأمور الاقتصادية ما مشاتش، وإحنا من وقتها وإحنا ننبهوا ونعاودوا. يجوا انقذوا الاقتصاد، قاعدين يتحاوروا اليوم، بلاد تعيش بالهيبات غارقة في الديون وناس تتعارك على الكراسي، رجعوها بلاد ومن بعد احكموا. مش معقول اللي قاعد يصير، احنا قلنا عندنا مدة، واحد يحكي لك على حكومة انتخابات والاخر يحكي لك على حكومة كفاءات وطنية وهي في الواقع حكومة خذ وهات. خلينا نرجعوا للموضوع سفايسل توا يا سيدي، خلينا نرجعوا للموضوع الفلاحي. بالنسبة للتوظيف اللي صار جديد، أيه. هو يقول سيد الوزير 80% وما كثر خيرك، راهي الحكايه هذه موجوده من قبل ما جبتناش حاجه جديده. ثم حاجه اخرى، الوزير الماليه انا نحب نقول له كلمه، قديش من مره نسمعه يقول الفلاح يعلفوا في الحيوانات نتاعهم في القمح، عيب راهو الكلام هذا، ما جيناش باش ناكلوا نحن باش ناكلوا حيواناتنا، وهذا كلام ماهوش معقول، وموش اللي يفشل في حياته يلوح على الفلاح. باهي. اثنين، هذه رسالة نحب نوصلها للناس، ثم صفحات مأجورة ما تلقى ما تخدم، تحكي اليوم على المسيرات اللي عملتها الفلاح اللعبة بعشانها، راه اليوم الفلاح راه لا جاي طالب ترقية لا زيادة في شهرية لا تروازيام تريزيام موا لا كاتورزيام موا، جاي يطلب في حقه. ناس تمشي تحكي وأن ثم أحزاب وراء التحركات هذه، لا يا سيدي، باحترامنا للاحزاب الكل، احنا قلناه وعاودناه وكررناه.
مصالح الفلاحين تتعارض مع جميع الأحزاب، ناس الكل الأحزاب الكل يحب قفة رخيصة باش يربح في الانتخابات. فلاح زاد راهو عنده صغار ما عندوش قطاطس، وإنسان قاعد يخدم ويخسر وربي يعلم به. هالصفحات المأجورة هذه اللي هي بالفلاحة، أنا مش نحب نقولهم حاجة، ويكم أيامات الثورة الكرتوشي لعلع، أنتم راكشين تحت الفروشات وعاملين فريجيدارات وقزان وراء البيبان، والفلاح الرجال الصناديد يدوروا ويمولوا في تونس وملاقيين صورة من الكرتوش. سمحني باش نقاطعك، الكلام هذا ما قالتوش صفحات مأجورة اليوم، سمعته من السيد نور الدين البحيري مستشار رئيس الحكومة، قال فما أطراف تحرك فيكم ومسألة أخرى كنكون ما فهمتوش قانون المالية هذا وتحركتوا هكا كمان. بربي سي فيصل مش نعقب على كلمة، فهمنا طول الناس اللي تفرجوا فينا كيفاش شملتكم الزيادة شوية. ما تهمشوا للزيادة، احنا راهو شرفنا قبل الفلوس. احنا ماناش لعبة في حد في يد حتى حد. وبالنسبة للسيد نور الدين البحيري، انا نحب نقول له كل تيران تنجم تلعب فيه وتنجح، تيران فلاح رد بالك منه، انا نقول له اقرا التاريخ وارجع. ثورة علي بن غذام 1864 جات على المجبة وقت اللي فرضوها على الفلاحة. اليوم التاريخ يعيد نفسه، وانا نقولها ونكررها، حذاري من ثورة الفلاحين، لا تستهينوا. بالنسبة لسينور الدين وغيره، أنا نقول له راهو ما هوش إنسان يلقى واحد يسرق له في هيشة حاشا من يسمع، ولا يسرق له في رزقه من فيرمته وبش يستنى الأحزاب يشاورها. كيفاش السرقة ذي؟ هذه جريمة جبائية في حق الفلاحين، مش على خاطر الفلاحين ما عندهمش تمثيلية في المجلس التأسيسي يملسوا عليهم ويحطوا. هذا ما هوش معقول. اثنين، احنا تفرجنا في الميزانية، الناس الكل تبعناها، سمعنا وان الكهرباء اللي الاقل من طرناتا باش تتوظف عليها 27 دينار. كميونة انت احنا ما بتاع نقل مواد فلاحية اقل من 27 دينار. وسمعنا ان الكميونة اللي اقل من زوسترانت ما بين طرناتا وزوسترانت باش توظف عليها 40 دينار. قلنا ما يسالش، هذه بلادنا ونهزوا الحمل للناس كل مع بعضنا، وما لا الا باش ترجع علينا الناس الكل خير ما بلادنا تغرب. على فكره نحن نعاونوا في البلاد، ونواب المجلس التاسيسي ياخذوا في حقهم، الوزراء ياخذوا في حقهم، وما طالبناش. لكن ما رانا من بعد، اول صدمه كانت لنا ان ثم شكون مشى باش يدفع وقابلين هذه تونس. قالوا لا تجيب باتيند. شو تجيب باتيند هذه؟ شنو هي الحكايه؟ وقتها انشرنا في الصحف وقلنا خلي الحكومة تراجع روحها في اللي قاعد يصير. راهو عندنا ثم حاجة الناس ما تعرفهاش بالنسبة للمهنة، راهو القطاع الوحيد اللي فيه موظفين. شنية هذاك الموظف باش يعطوه باتيند؟ ما هوش باش يعطوه، نقول له بربي رزق بوكا باش الدولة ترضى عليه. ولكن لكن يقول قائل سي فيصل، اي واحد ينجم يقول لك انا فلاح اليوم ومعفى من الاداء هذا زاد، ما هو القطاع هذا محلول زاد. اسمعني، هذه حكومة كي جات لخلت لحبيب العدو، اليوم ما عادش فاهمين احنا الفلاح ما عادش كون باش ياخذ حاجه تثبت اللي هو فلاح، باش يمشي ياخذها باتحاد الفلاحين. اتحاد الفلاحين اليوم راهي النهضه مش اتحاد الفلاحين، ما عندناش اتحاد الفلاحين، عندنا النهضه. واليوم الناس الكل نلاحظوا وين اتحاد الفلاحين في التحركات تاع الفلاح، وبشرى الفلاح عندنا لينا حاجه على قريب في شرعيه اتحاد الفلاحين. بون، هذه ماهيش مشكلتنا وماهيش مشكله الشعب. اليوم العمد اللي يعرفوا البلاد نحاهم وجابوا ناس ما تعرفش البلاد، شكون اللي باش يعطي الفلاح ما يثبت به باش انت تجيب شهاده ملكيه؟ اليوم عندنا اراضي اشتراكيه ناس ما عندهاش ما تثبت اللي هي تملك، منين باش يجيبوا هذا؟ منين باش يجيبوا؟ حاجه اخرى بعيد الشر، انا بابا مات خلى كهرباء، انا خمسه اخوه باش نمشي نطلعوا لها باتين دا يلزمنا نمشي نطلعوا شهادة وفاة ونقسموا الملكية والدنيا الكل. وش يعمل بها هو الفلاح الباتين دا هذه؟ ايش يعمل بها؟ باش يثبت اللي هو فلاح؟ شنو باش يثبت؟ ما يكفيش اللي هو الحشم اللي يسمع الشيء اللي يعاني فيه هو كفلاح مازال باش يثبت مرة أخرى؟ مغلوبتي من نغلب وما سيسي ولا الثعلب. شنو المضار نتاعها الباتين دا هذه؟ عليكم المضار نتاعها. احنا تو سي نور الدين البحيري قال سوء فهم. سوء تبليغ المعلومة، هما ما بلغوش. هما شنو اللي صار؟ أن
لفوها لفين الميزانية هذه اللي احنا مسميناها ميزانية عريان يسلب في ميت. معناتها الشعب ما عادش فيه دولة فلسوة كأني واحد خذيه انترونور خذيه جمعية في الديفيزيون ناسيونال هبطها للديفيزيون تروا وما زالت ماشي للهاوية واحنا اقتصادنا ماشي للهاوية. اليوم صادقوا على الميزانية بعدها بنهارين ثم المالية مقرف ما رجعت كان لدو المالية وقت مشينا لها ما تعرف حد شيء لليوم الولية مالية لا فهم الوثائق ولا فهم الإجراءات ولا عنده منشور ولا عنده حد شيء. احنا المشكلة مش غادي يا رسول الله اخي زيادة تزيد بسبعة مية في 72% احنا تفهمنا على 27,000 اي اللي كنت توا وزارة المالية تراجعت خلفية دفت راجعت بعد ما تخدش رموك حلا لا قالت لازم استظهار حتى التراجع فيه كلام أي؟ اليوم هالتراجعات هذية ما غير ما تمثل القانون في حد ذاته يلزم المجلس التأسيسي عاود يصادق على المشروع ما كانش ما نصدقوش لكن الموضوع انت حلال وحرام اللي ولا في الماكلة اي مش تراجعوا عليه زادة لا ما تراجعوش ما دام الفصل ما زال موجود شيء ما عمل هاوينا ثم ززار حات حلال ما فهمتش حاشا من يسمع اخي احنا نسقوا في الارض بالشراب يا رسول الله تقول اما تقول ليه الفلاحه ما تطلبش القرارات هذه اليوم اللي راهو فيه هذا كل بالله سامحني خلينا نفسر المتفرج خاطر يزمو يفهم فاش دركم توا الحلال والحرام تحبوا نفهموا بالفعل معناتها فاش دركم انتوا كفلاحه انت عندك شك في منتوجنا حلال كنا انت مسلمين انت عندك شك في اسلامك كنا مسلمين فمشينا حتى نقاش هذا هذا يا سيدي هو يغالطوا في الشعب ويقولوا اللي هو معني بالتصدير يا سيدي الباب الخامس التعاون في تنظيم أيام تحسيسية حول إرساء علامة مميزة لمطابقة الأغذية لقواعد الشريعة الإسلامية علامة حلال قواعد الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية ما خلوهاش في الدستور ما قبلوهاش جابوها للكوجينة للشعب مش نبدو واضحين الفصل 18 يساهم ديوان الإفتاء في أعمال المعهد المتعلقة بتنظيم أيام تحسيسية وطنية داخل الجهات اسمعوني لفائدة المصالح العمومية والمستهلكين ما نعرفش يحكي على فرانك ولا يحكي على محمد علي تعيني اللي هو هنا والمصنعين اسمع لهنا مش المصدرين بما في ذلك معناتها يلحقوهم تلحيق وذلك لدعم العلامة المميزة الحلال اليوم فلاحة ما تطلبش سعودة تطلب خبراء تطلب مهندسين تطلب ناس أي. بالحق أي. تمشي الاقتصاد نتاعنا مش بالطرق هذه اللي باش نجاوب الأخ أي. المقصود به هو هنا إغراق السوق بسلع من برا خدمة لأطراف أخرى لكن نحن شو نقول لهم أي. صحيح البارح الفلاحة ما عندهم حد اليوم عندهم حزب صوت الفلاحين باش نتصدوا الكل من يحاول التلاعب مصالح الفلاحين والامن الغذائي نتاع الشعب التونسي هذه كل شيء نعدوه الا هذه الحكايه هذه خبز صغارنا واللي يلعب لك بقوتك يلعب لك بموتك واحنا راهو باش ندافعوا بكل الطرق ويحبوا حتى الشرعيه رانا غير الشرعيه رانا معاه فيصل تبيني حاب نسالك معناها البيان التوضيحي هذا نتاع وزاره الماليه ما يقنعكمش شنو الخطوات التاليه باش تواصلوا الاحتجاجات اللي وصلنا كما قاعدين نشوف فيها توا اللي وصلنا نحن هذا صح مذكره داخليه راه للماليه شو بلاغ هذا شو لا 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 بون جاكم انتم توا ما انا ما جيت من جندوبه ما خلطت ما هذاك اي بلاغ عمي مع وسائل الاعلام الفلاح اللي حبوه يدفع 524 معناتها قالوا له معناتها عملوا عليه مزيه يعطيهم الصحه اللي اقل من طرناطه باش يدفع 50 دينار واللي اقل من زوستران باش يدفع ما بين طرناطه وزوستران باش يدفع 100 دينار لكن شنية حكايه توم السيسي ما تنحتش الباتين ديما في العجه من هنا لست اشهر من بعد تو نتحدوا يا سيدي فيدكم 60 سنه وماناش نتحدوا اش معنى هذا رانا هالباتين ده هذه ما تخدمش مصلحه الفلاحه تسوي الوضعيه بتاعكم من هنا اظن جاي ليه او الاخطر وين الاخطر انه غدوه انا عندي كرب اليوم فلاح باش نبيعها لك انت فلاح كي باش تطلع لها الكارت جريز من بعد باش تاخذ التاكسي لازمك تكون بالباتين ده احنا طالبينهم اليوم على البراكاجات اللي تصير الفلاح احنا تمنينا الوزاره اكل سيزي اللي تهز بلاصه يرجعوا بلاستين باش ناس تحمي بعضها
كاستثناء حتى لتراجع الامن للبلاد انسان يمشوا زوز ساعات يعرضونهم يفكوا لهم سلعتهم. احنا تمنينا باش ياخذوا قرار لسوزي اللي تهز بلاصه وشيفور ان يزيدوا بلاصه اخرى باش يمشوا ثلاثه من الناس ثلاثه يغلبوا لو كان يلعبوا هما اش عملوا معناتها رجعت ديما الباتين ما فهمتش انا شنو محلها من الاعراب. هما يحب انت تصور فلوس عندك 74 ألف سيارة إدارية تستهلك 300 مليون لتر من البنزين كل عام سنوي 30% منها الاستعمال الشخصي مش يحاوسوا بها. كلفة الامتيازات العينية تقارب 540 مليون دينار 350 وزراء ومستشارين كتاب دولة هاو غادي من تنجم تنقص مش تجيل الفلاح اللي يخدم باش تنقص بشوية عاد خلنا نرجع ما عادش عندي برشا وقت للأتوات الأتوات يا رسول الله إنسان يدفع 67 و 200 تولي له 524 عشكون تجد يا رسول الله راهي ثم كهرباء هي في حد ذاتها ما تجيبهمش ال 500 واش في عامل كهرباء مسكين يهز فيها منه ومن باشي واضح فايسة بين حاجه اخرى ثم صندوق الكرامه هذايا ماذا ماش كنت مست كرامته وحياته في تونس قد الفلاحين. هذه شهيد ملكيه وين الكاميرا نتاعكم هذه شهيد ملكيه نتاع الفلاحه ما زالت يحبوا يطالبوا بالاراضي نتاعهم وهم اليوم حلوا ناجي جهنم في البلاد وما كرهمش. انت شديت الحبس احنا رانا ضد كل ممارسات وقعت ضد المناضلين السياسيين لكن ثم ناس وقع عليهم ظلم وتعسف اقتصادي وما زالت وثائقهم في ديهم واليوم اللي قاعد يصير في الصندوق هذا اللي غاب غاب سامو انا ننصحهم باش يبدلوه الصندوق هذا يولي صندوق السياسيين ما عادش صندوق نتاع الكرامه اللي يحكوا يلحقوا فيها تلحيق الجهات الداخليه وما نعرف شنيا. احنا ندعوهم انه باش يسالوا سي حمد بن صالح صاحب القرار نتاع الكارثه نتاع 69 نتاع التعاضد ايش صار في الفلاح اللي انتحر انتحر البقره تباعت ب 10,000 النعجه تباعت بدينار. اليوم اليوم المواطن التونسي حتى العظم ما عادش خالط عليه واضح. مع سامحني خلينا نتكلم ترجع بحذينا ترجع لا لا باش لا لا انا باش نتكلم اليوم المطلوب في تونس صندوق لتنميه الفلاحه خلينا نحقق الامن الغذائي يستنفع منه المستهلك واللي متعب العفو التشريع العام وغيره. اثنين تمنينا باش يعملوا صندوق لتاهيل هذوكم جماعه المنتفعين بالعفو التشريع العام اليوم باش يرجعوا يقروا ولادنا عنده 20 سنه و30 سنه ما قراش اهلهم هما صندوق للبطال الناس اللي عملت الثوره باش تخدم اليوم اللي صار في تونس سامحني اللي صار في تونس احنا نقولوا حركه النهضه راك جيت باش تخدم شعب ما جيتش باش تخدم ولادك انت التوانسه اللي ما كانوش تابعين التجمع ما خدموش وما خدوش باه من اليوم ماهوش تابعين النهضه ما خدموش وما خدوش تبع وهم اغلبيه الشعب خدمهم الوحيد انا متوانسه منين باش ياخذوا باه مش بلاد اخرى. واضح فيصل تبيني خليك تتكلم على راحتك باش على مش راحتي هو صوت اغلب الفلاحين ما يسالش فيصل تبيني ان شاء الله ترجع بحذانا خاطر موضوع كبير بالحق ويستحق برشا كلام. بارك الله فيك على الحضور فيصل تبيني رئيس حزب الفلاحين. احنا بعد الفاصل باش نطرقوا لموضوع القضاء والاضراب تاع ثلاث ايام اللي اقرته الجمعيه التونسيه للقضاة نرجع بعد الفاصل. المطالبة باستقلال القضاء لا يبرر ولا يشرع للإضراب في سلك القضاء، هذا ما صرح به وزير العدل نذير بن عمرو اليوم مشيرا إلى أن نصوص القانون الوضعي تمنع مثل هذه التظاهرات عن القضاة لما تحدثه من تعطيل في المرفق القضائي. ما يصدر عن بعض القضاة في الخروج إلى وسائل الإعلام وما يتولونه من تصريحات والمشاركة في تظاهرات تنظمها أحزاب سياسية يمثل خروجاً عن واجب الحياد وانخراطاً مباشراً في العمل السياسي بما يتعارض مع طبيعة العمل القضائي الذي يفرض واجب التحفظ، وهذه الأعمال من شأنها في آخر المطاف ليس من شأنها إلا أن تمس من هيبة القضاء. ورداً على الاتهامات الموجهة لوزارة العدل بتدخلها في شؤون القضاء صرح بن عمو أن استقلال القضاء هو مسار متكامل وتشاركي بين جميع الأطراف يقوم على تبني منهج إصلاحي واضح المعالم. وأضاف وزير العدل أن استقلال القضاء لا يعني انفصال السلطة القضائية عن هياكل الدولة. استقلال القضاء كما تلاحظون هو مسار متكامل مسار تشاركي بين جميع
المعنيين بالأمر، تحدث عن مواطنين، أتحدث عن أجهزة الدولة، أتحدث عن حكومة، أتحدث عن مجلس تشريعي إلى غير ذلك. وفيما يتعلق برفض المصادقة على الحركة الجزئية التي أجرتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلية، قال بن عمو أن عدم إصدار أمر المصادقة جاء نتيجة لإخلالات شكلية تم المطالبة بتداركها للتثبت من شرعية الأعمال التي سيتم المصادقة عليها. امتناع الحكومة عن المصادقة جاء نتيجة لملاحظة إخلالات شكلية في أن الهيئة ضمت قاضيين ممن وقع إنهاء مهامهما بصفتيهما، أي المتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية، منها أن الحركة القضائية شملت وظائف ليست من مشمولات الهيئة الوقتية، بل من المشمولات الصريحة للحكومة باقتراح وزير العدل، وأقصد بذلك مركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء. ورأى ابن عمو أن إصلاح المنظومة القضائية يكون عبر الحوار وليس عبر الإضرابات التي من شأنها الإضرار بالمصالح العامة، مؤكداً أن أبواب الحوار والتفاوض بين الحكومة والأطراف المعنية مفتوحة حرصاً منهم على إيجاد حلول لجميع الخلافات. كما شفتوا الندوة الصحفية نظمها اليوم وزير العدل ورد فيها على أهم ما يقال في بين هياكل القضاة، والغضب نتاع القضاة رد فيها على عديد النقاط تتعلق بنا. السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية قضاة تونسين، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيدة روضة. أكيد شفت اليوم رد وزير العدل، وأنتم أقريتوا إضراب بثلاث أيام اليوم وغدوة وبعد غدوة في قطاع القضاة. شنو تفاعلكم أولا مع ردود وزير العدل؟ شنو هي حكاية من ناحية المعايير الدولية ما عندكمش الحق في الإضراب؟ لا هذا ما هوش صحيح. هذا قالوا هو المعاهدات الدولية يعني ما تحجرش الإضراب على القضاة في نطاق ممارستهم حق الاجتماع والتعبير. هذا يعني ما هوش صحيح. به فيما يتعلق بردود اليوم وزير العدل، أنا سمعت منها مقتطفات ردود وزير العدل، وسمعت معناتها الإيحاءات بأنه التحرك بتاعنا في الوقت هذايا وكأنه معناتها تحرك متسيس لفايت أطراف سياسية ضد يعني أطراف أخرى، وهذا حقيقة كلام في غاية الغرابة. معناتها وقت اللي الحكومة هي اللي تفرض أزمة على القضاء، تفرض حقيقة أزمة من أخطر الأزمات اللي نعيشوها في القضاء. وقت اللي تجي هيئة يعني بعد ثلاث سنين من الثورة القضاء محصول فيه حد شيء إلا هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. وقت الهيئة هذه تمارس صلاحياتها معناتها باستقلالية وتبقى القانون، هذا كلام مش إحنا يعني هيك القضاة نقولوه بناء على تأويل ولا وجهة نظر. المحكمة الإدارية قالت وبتت، قالت راهو تسميات القضاة هي اختصاص مطلق لهذه الهيئة. دخلنا اليوم في تونس في نظام جديد نتاع تسميات القضاة، خرج على السلطة التنفيذية نهائيا. وقت اللي تقول الكلام هذايا احنا نلقاو سلطة تنفيذية معناتها في سياسة هروب إلى الأمام، وصلت اليوم باش تقول بعد ما دخلت هي في تركيبة الهيئة، معناتها وقت اللي ما نجحتش في اختراقها وباش تفرض بالقوة القضاة اللي عينتهم هي على أساس معناتها باش تعتمد عليهم باش تأثر في سلطة القرار من داخل الهيئة، لأن بعد ما تم الإعلان على الحركة في سبتمبر 2013 الحركة ما خدمتش مصالح الحكومة وحست اللي هذه هيئة حقيقة هيئة مستقلة واللي هي ترفعت معناتها على التدخل في تسمية القضاة وتسمية وتعيين تسمية وتسييس تسمية القضاة. معناتها بدأ التفكير كيفاش الهيئة هذه باش نلقاولها فهمتني حل. دخلت في تركيبتها كما قلت لك، حاولت باش تخترقها، ما تمش ذلك لأن الهيئة دافعت على وجودها وعلى صلاحياتها ورفضت التعيينات وواصلت العمل متاحها حسب تركيبتها الصحيحة. وقتها تعدينا المرحلة أخرى، تعدينا المرحلة وقت اللي جات الحركة الجزئية، الحكومة رئيس الحكومة يرفض المصادقة عليها ويقول اللي الحركة تركيبتها غير قانونية. معناتها أنا ندخل في إفساد تركيبة الهيئة ثم أقول الهيئة هذه توا ما عادش عندها صلاحية في حد شيء على خاطر تركيبتها أصبحت تركيبة غير قانونية. احنا نسألوا اليوم علاش تعملت هيئة القضاء العدلي إذا كان رئيس الحكومة مازال عنده صلاحية وقت اللي تجيه لحركة القضاة أنه يرجعها ويتدخل فيها؟ معناتها باش نرجعوا كيما كنا الحركة القضائية تمشي للقصر، فهمتني كيفاش؟ نراجعوها معناتها دو أ أ زد ونوزعوا فهمتني كيفاش الجاتو
حسب الولاءات السياسية والعائلية والجهوية. هذا اش معناها راهو السلطة التنفيذية وقت اللي تكون عندها صلاحية أنها تراجع الحركات وتسميات القضاة. اليوم السلطة صلاحية رئيس الحكومة هي صلاحية مقيدة وهي معروفة في الأنظمة اللي تعمل باستقلال القضاء، معناتها رئيس الحكومة لا يملك إلا أنه يمضي على الحركة القضائية دون أي صلاحية في مراجعتها، معناتها سلطته هي سلطة مقيدة إداري. هو مسألة شكلية وصلاحية القرار، لأن الحركة تصدر بالرأي المطابق هي لهذه الهيئة المستقلة، وهذا كسب كبير. وهذا اليوم إذا كان يضيع من تونس وإذا كان يتغافلوا عليه، يعني أنت السياسيين فهمتي كل ما يملك سلطة قرار في تونس حقيقة راهو باش تكون رجوع إلى الوراء فيما يتعلق بإصلاح القضاء. كيفاش يتقال شنو لازمنا نعملو احنا؟ يلزمنا نستناو شهرين قدام قضاة باش نتحركوا في وضعية معناتها بمثل هذه الخطورة؟ القضاة اليوم رجعوا زي العدل يمارس عليهم في الضغوطات المباشرة باش ما يلتزموش بقرارات الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وباش يخضعوا لتعليمات وزير العدل اللي يقول لهم اقعدوا في مراكزكم الأصلية وما تنفذوش معناتها الحركة القضائية. هذايا كي نتحركوا احنا اليوم نقولوا على خاطرنا نخدموا في طرف سياسي ضد أي طرف سياسي آخر، احنا هذايا كلام معناتها نرفضوه جملة وتفصيلا. جمال عندي فصل ساعة ونحكيوا حتى بعد الفصل على مسألة باب السلطة القضائية في الدستور، كذلك معناها فيه برشا كلام. احنا نخرجوا فصل بعد التحق بينا سيد غازي الغريري خبير في القانون الدستوري بعد الفاصل.